السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع التاسع، محاضرة رقم 1 في علم Medical Clinical Laboratory Analysis Practical. توقفنا لغاية صفحة 38، أو بدينا في موضوع الكابلاري بلود كوليكشن في صفحة 38. مايكرو سامبلينج، عينة أقل من 200 مايكرون للمراجعة، وقلنا إنه يتم هذه الكمية القليلة أخذها من دم المريض في 3 حالات: إنه المريض infant less than 1 year، أقل من سنة، وقلت لكم عدلوها هذه، بناخد من الأصبع finger stick، لو كان أقل من 6 شهور ناخد من الهيل ستيك من القدم. لو رقم 2 في حال small amount، احنا بدنا كمية دم قليلة ومش شرط كان كبير او صغير، في حال ما يكون انه الادلت او الشخص هذا poor circulation veins او رته غير واضحة نتيجة مرض معين، نتيجة خلل معين. small amount نرجع لها، زي الجلوكو ميتر، قياس فحص السكر عن طريق الجهاز الصغير، بدنا نقيس الهيموغلوبين، بدنا نعمل بلد جروب، بدنا نشوف البيليروبين في النيو بورن في المواليد وخلافه. وقلنا انه حددنا شو الاصابع اللي بناخد منها، قلنا بناخد من الأصبع الثالث، من الأصبع الرابع، الأول بيكون thick، الثاني بيكون thick سميك، الخامس بيكون soft and thin. زي ما احنا شايفين الاصبع عندنا هذا موقع العظام، هذا عشان تتخيلها، هاي الجلد. وافيدكم في معلومة انه الشعور بالالم لدى المريض فقط على الجلد، هان في الداخل ما بيشعر شو بصير، الأعصاب، نهايات الأعصاب موجودة هان على الأطراف، تمام؟ هذه تكون في بالك، ما تفكر إنه المريض وإحنا بنسحب له دم وبنحرك الإبرة تحت الجلد إنه هو حاسس، مجرد إنه هو ينظر إلى الجهة الأخرى، يعني ما بيطلع علي وأنا بسحب دم، هذه أفضل شيء، ما نخليه يطلع فينا ولا نخلي فيس تو فيس. أول ما نبلش حتى نسحب دم بنبلغ المريض انه لو سمحت بس وجهك دير وجهك، هو حيقول لك ليش هيك وحيزعل، قول له لا ما بنحب انك تشوفنا واحنا بنسحب، عشان في ناس بيدخلوا في كوما، في غيبوبة، في لا بخافوا من الدم، لا انت قول له انت عشان ما تخافش وما تصلش للمرحلة دي، هو حيقول لك انا قلبي قوي، قول له ماشي بس لو سمحت دير وجهك عشان مصلحتك ومصلحة الجميع. وفي نفس الوقت كمان لو انفكشن، هو ديزيز عنده مرض معدي كمان، من نفسه ما ينتقلش إليك يا أخي، فهذه النقطة بتراعيها في سحب الدم. طيب نمشي، شوف عندي هان، قلت لك البيد في الوسط هذه ما بناخد منها دم لأنه بتكون ثيك من فوق وثميكة وتحتيها عظام، قلت لك هذا الطرف ما بناخد منه لأنه فيها أوعية دموية وفيها أعصاب، هذا الطرف وهذا الطرف، طبعا هذا الطرف شبه. طب ما منين أخذ؟ تخيل أنت تطلع في أصبعك وركز لي على المنطقة هذه اللي بناخذ منها،
لو جيت انت في الصورة المقابلة خدت من التب او البد هذه من الوسط يعتبر عملك لاغي. اكس ان كوركت، الكوركت الشغل الصح من هاي الزاوية بدك تتخيلها من الاصبعين اللي حكينا عنهم. طيب وحكينا طبعا في الهيستيك وحكينا عن الرجل للأقل من 6 شهور، هاي الخطين اللي تخيلناهم في الوسط هان ممنوع، بدك تاخذ من المنطقة هذه بانشر سايت بانشر سايت، لاحظ كيف الأوعية هان، لاحظ هان الأعصاب كيف موجودة تمام، وتحتيها العظام يكون قريب قريبة. قال لك the puncher depth، عمق الستيك الضربة اللي انت بدك تعملها. قال لك خلي بالك for finger stick وانت بتعمل ضربة الاصبع the puncher should be no deeper، ما تكونش عميقة كتير، ما تكونش مجرم، ما تكونش اكتر من 3.1 من 3 مليمتر. تخيل في اصبعك انت او انت هاي عقلة الاصبع للشاهد MSK، هذا اصبعي تقريبا طوله 2 سنتي تقريبا او اكتر او اقل، تقريبا 2 سنتي. شوف هاي المسافة نصها يعني سنتي واحد، احنا بدنا ثلث المسافة هذه اللي ندخل فيها الابرة اللانست، ثلثها اللي هو 3 مليمتر، اقل من ثلثها كمان، اقل من ثلثها لانه ماكسيمم ما تزيدش عن 3. ليه؟ كومنت علل. because the distance، لانه المسافة ما بين الجلد skin surface and bone تتراوح من اقل انسان لاكبر انسان، اصبع يعني اصبعه جلد وسماكته قد يصل سماكة الاصبع سنتي فاصلة 9 مليمتر من 3 ل 10، لكن احنا ما بدناش نصل لكل هاي المسافة، يمكن عظامه هذا من 3.1 موجودة، فبالتالي ليش انا اعملها 3 مل، انا بدي مسافة اقل. انا بقيم الامور مجرد ما انا امسك الاصبع للتعقيم وابلش اعمل اللانست ستيك ضربة المشرط هذا في الاصبع، بقيم الاصبع باستشعر في الاصبع. عفوا طفل صغير مش زي واحد كبير، واحد كبير بيشتغل في الطبار مش زي واحد مثلا بيشتغل في شغلة محاسب او شغلات زي هيك، كبير وقلم بمسكه في ايده، فبتلاقي ايه التيشو سوفت ناعم، هذه ضربتك بده يكون لها عيارات. بعدين مع الخبرة بتتكون عندك ايه المقاييس المضبوطة في مخك في تفكيرك. فقال لك احنا مش لازم اكتب عندك للكبار للبالغين تزيد عن 3 مليمتر، بدك تعاير ايدك عليها، لكن في نفس الوقت قال لك the distance ها في الانفانت في المواليد من 1.5 مليمتر ل 2.4، يعني ضربتك ما تزيدش، هذا الاقل من 6 شهور ما تزيدش عن 2.4، يعني نص المسافة اللي بدك تدخلها مع البالغ نصها مع الطفل الانفانت المواليد اللي اقل من 6 شهور في القدم. طبعا هذا is not used in this age group of infantless special device are used، يعني بدك special device يعني أداة مخصصة في حاليا الاستكات هذه اللانست الحديثة اللي زي القلم، انت مكتوب لك عليها مل 2 مل 3 مل 4 مل 5 مل، انت بدك تعملها للكبير على 2 3 على الطفل 1 2 ماكسيمم. شوف كيف في انفانتلس سبيشال ديفايس ار يوز، قال لك خلي بالك انه في الهيلستيك
ما تزيدش عن 2.4 زي ما حكينا فوق، تمام. هذه انا هعدلها في النسخة الجديدة، طيب. Performance of Skin Puncher، كيف بدنا ناخد الان واخذة الاصبع؟ شوف عندك يا سيدي العزيز، هي عندك قدم ماخد في الكابلري، في الكابلري ماخد الوخذة، لاحظ شوف كيف على طرف القدم عمل الوخذة، قال لك اول شيء بنيجي سواء اصبع او قدم، clean the fingertip with alcohol 70%، 70% لازم الكحول اللي احنا بنستخدمه، واحنا عارفين ليش حكينا في الموضوع هذا كتير في ثلاث اسباب احكي لكم اياها. اول شيء 70% يسمح على في 30% ميه، فبالتالي بتسمح على امتصاص الميه من خلال البكتيريا وتغلغل الميه بين طبقات البكتيريا رقم واحد، وبالتالي بيدخل وراها الكحول، يعني ايه تغلغل الكحول. نمرة اثنين يقلل من عملية الإيفابوريشن، تبخر الكحول لما يكون 70% بطول ليتبخر لأنه فيه بتكون فوق مية، فبالتالي يساعد على تعقيم أكثر، تمام. بالإضافة السبب الثالث أنه 70% بيكون شدة الكحول على خلايا جلدي أقل، مش زي 100% بتكون ايش مؤثرة على الجلد. فهي الثلاث اسباب كتبوها عندكم، تمام، سجلها اعيد لك اياها، اللي هو اقل تأثير على الجلد اللي هو 70%، اثنين يسمح بالتغلغل في ما بين خلايا البكتيريا، تمام، قل تأثير على الجلد يسمح بالتغلغل ما بين الخلايا البكتيرية، تمام، ثلاثة أقل أو يقلل الماء من تبخر وتطاير، تطاير مش تبخر، تطاير الكحول. طيب قال لك هان كلين ذا فينجر، بعديها اعمل الاتي، بدك تمسك اللانست في ايدك، طبعا احنا مسحنا الاصبع يفضل سيركيولر، مسكنا اللانست في ايدنا فتحنا اللانست، ما نمسكش اللانست من البوز من اعلاها، نمسكها من مطرح ما بنمسكها من تحت، ليه؟ عشان ما نلوثهاش. ميك اعمل الان الضربه تبعتك بدها تكون سترونج قويه، مش سكينه انت ماسك ولا مطوه، سترونج يعني ما تكونش ايدك ناعمه في الضربه، ما تكونش حنين، تكون سترونج، تكون ضربتك فاست سريعه and deep وعميقة بالعمق اللي احنا حكينا فيه، مش عميقة انك تطلع من الجهة الثانية ايدك. شوفوا انا لما باجي اضرب هاي الضربة او حتى اسحب دم عشان اضيع رهبة المريض، انا بالنسبة الي كخبرة باجيله من باب الخبرة، يعني بحط اللانست على اصبعه بقول له شايف خلصت، بتطلع في عينه زي هيك بقول له ليه بيجيك عادي، هو خلاص اعتقد انه انا ايه خبطت الهواية، ضربت الهواية وخلصت، برفع ايدي ساعتها براحتي في الفترة هذه مسافة ما يدير وجهه وبضرب الهواية على سهوة، فهمتوا كيف؟ بدون ما يكون مركز وتنشي معايا هيك ومتوتر وشادد حاله. كذلك الامر الابرة بقول له خلصت شايف، وبعديها بغرزها. طيب deep the skin puncher just off the center، في المركز اللي انا حكيت عليه ومتخيله، of the finger pad
على الوسادة تاعت الأصبع، يعني هذه المنطقة اللي أنا بدي أعملها. The puncture should be made perpendicular. الإبرة لازم تكون، اللانسيت لازم تكون هنا عمودية 90 درجة to the ridge of the finger. ما تكونش يعني على الحافة اللي هي النقطة اللي قلت لكم ركزوا فيها قبل شوي. The finger print so that the drop، عشان حتى كمان بعديها بنمسك الأصبع بحيث بنقلبه يعني للأصبع عشان، أو بنعدل الأصبع لفوق، المهم يا فوق يا تحت نقلب الأصبع اللي الدم ما يقعد يجري على طرف الأصبع. فاهمين كيف الدروب بتاعت نقطة الدم عدها لما تنزل ما تقعدش تجري على طرف الأصبع هيك بدها يعني من المنطقة العالية للمنطقة المنخفضة، لا أنا بدي الدم يضلوا إيه في مركز، وليه؟ عشان ما يمشيش على الأصبع ويتلوث إذا كان في كحول، إذا كان في ما تمش تنظيف أصبعه بشكل جيد، كل هذا بيأثر عندي. So that the drop of blood don't run down، ما تجريش تجريش على الحافة. أول قطرة نقطة من الدم بنعملها وايب، بنمسحها في قطن جاف أو في الشاش، يفضل يكون جنب شاش. ليه؟ لأنه أول نقطة بتكون بتحتوي على أنسجة مكسرة، خرجت أنسجة نتيجة ضربة المشرط وطلعت، فبالتالي contain access tissue fluid، تحتوي على أنسجة. كلبت ضربه في بلد، بعد هيك بنعمل مساج خفيف، خلي بالك على الأصبع، مساج خفيف يعني ضغط على الأصبع اللي نخلي الدم نحث الدم على الخروج. خرجت أول نقطة فورا، مجرد ما تحط عليها أنت الكابلري لحالها بتطلع، يشفطها الكابلري. كليكت دروب في بلاد انتو ذا كوليكشن ديفايس، وبناخد العشرين مايكرون هذه في حالة ما نكون احنا بنعمل فحص الهيموغلوبين، تمام؟ فحص الهيموغلوبين 20 لـ 380 الهيماتوكريت، الهيموغلوبين لـ 380. نرجع له التركيز عشان اجيب لكم التركيز اللي حكينا فيه، كم التركيز؟ افتح لي الدفتر لو سمحت. في عد الوايت بلاد سيلز وعد الريد بلاد سيلز، لا لسه احنا ما حكينا فيه، ما رحنا الموصل معه. سوري بدي اقول، طيب التركيز 20 مايكرون، تمام، ل 5 مل بكون للدروبكن سوليوشن سيانوميتا هيموجلوبين، لا حكينا فيه يا جماعه الخير، للسيانوميتا هيموجلوبين اخذنا تركيز 20 مايكرو من هول انتيكو اجولانت بلاد مع 5 مل، هي في صفحه 36 في البروسيجر. كذلك الامر لما بدنا نشتغل هيموجلوبين بنروح ماخذين في كابلري انبوبه شعيريه صغيره فيها 20 مايكرون او حجمها 20 مايكرون، with gently massaging the finger، وبتعمل ايه؟ تدليك للاصبع بحيث تحث هذا الدم على خروج الهيموجلوبين، الدم بشكل عام عفوا من الاصبع، يعني تطلع الخطره. بقول لك اكسسيف، افويد اكسسيف، تجنب البرشر الضغط على الاصبع الكتير، لانك بتكسر كرات الدم الحمراء وبطلع الدم توزيعه مش مظبوط. ذات مي سكويز، سكويز اللي هو من عصر الاصبع، ضلكش تعصر في الاصبع جامد، مش مساج، انت رحت لمرحله العصر، تخنقش الاصبع، تعمل تكسير، تعمل حتى انه الدم بتطلع نسبه مش مظبوطه نتيجه العصر هنا. انتو ذا دروب اوف ذا بلاد هاف ذا بيشنت هولد اسمول، بعد ما تخلص الجوز
قطعه القطن من فيها الكحول نمسكها ونحطها على الاصبع مطرح ما اخذنا الدم، وبنخلي الاصبع الثاني يضل ضاغط عليها نكم دقيقه قبل اوف مينيت لمده دقيقه قبل زوج من الدقائق دقيقتين يعني تو ستوب بليدنج. ديسبوز تخلص الان من كل الماتيريال الكونتامينيتد اللي اشتغلنا فيها. الان اهم مرحله ليبل. طيب انا كيف بدي اعلم الانبوبه هذه الصغيره؟ ولا حاجه، بجيب تيست تيوب كبيره بكتب عليها تيست تيوب بتاع يورين تيوب الكبيره هذه اللي بنحط فيها اليورين، وبكتب عليها كذا كذا، وبدخل في قلبها ايه تيست تيوب الكابلاري تيوب تبيشا بيد سايد، ونكتب بياناته ديليفر سبيسمن بروماتليت لابوراتوري. بعديها لو كان تمريض اللي بيسحب العينه هذه بيبعث لي اياها على المختبر. طيب الان بدنا نفحص الهيماتوكريت. ما اخذناش نتوه في الكابلري تيوب العشرين مايكرون هذه، هذه صغيرة قد عقلة الأصبع هذه العشرين مايكرون، لا بدنا ناخذ قد أصبعنا طويلة هالقد بيكون 75 مايكرون. هذه كبيرة فيها مادة مانعة للتجلط بتكون عشان نعمل فحص الهيماتوكريت. طيب شو هو فحص الهيماتوكريت؟ فكرة الهيماتوكريت بسيطة جدا يا جماعة الخير. هيماتوكريت هو تركيز كرات الدم الحمراء بالنسبة لأول أو أول أوف بلاد. يعني شوف عندي على الرسمة على الجانب، خلينا بركي نلاقي صورة نحكي عليها. هاي عندنا الصور كيف الوخزة كيف أخذنا. طيب ها من الأصبع من الرجل، شوف كيف هاي الأداة اللي استخدمناها للطفل عشان ما تكون شويتنا شديدة. هاي اشتغلنا ها ضربنا وأخذنا. الآن الهيماتوكريت هو ارجع واقول هو نسبة راس الدم اللي هو الريد بلاد سيلز لكل العينة. فاكرين العينة لما تفصل معايا في القاع اللي هو 75% بكون تحت اللي هو اريثروسايتس كرة دم حمراء. هاي النسبة لو قلبت انت الصفحة موجودة هذه الصورة او هي موجودة على الجانب، قديش نسبة هذه لكل العينة من اللي بلازمة فوق لتحت كل العينة لو طولها 50 أو 100 ملي مثلا او 10 سنتي خلينا نقول، قديش نسبة الريد بلاد سيلز هذه 3 سنتي يعني 3 ل10. فهمتوا كيف؟ فبنقول هو الراسب، هو نسبة الراسب الكلي للدم اللي هو الريد بلاد سيلز مقسوم على حجم الدم الكلي مقسوم على البلازما على الهال. فقال لك الهيماتوكريت حتى بنقيسها بنسبه مئويه، بنعطيها نسبه مئويه الوحده القياس تاعتها في برموز ال اتش تي، في برموز ال اتش سي تي، في بسميها بوكيت سيل فوليوم بي سي في يعني بوكيت مركز، او اريثروسايت فوليوم فراكشن او اي في اف. طيب شو عرفناها؟ قال لك اذا فوليوم برسنتج نسبه الحجم تاع اوف ريد بلاد سيل ان اول بلاد، ها اكتب كلمه اول هنا ان اول بلاد اتس نورمالي اباوت، وهي تكون في الرجال 45% في السيدات 40% 30%. قال لك يعني مثلا لو الهيماتوكريت فاليو كانت 40% يعني ذلك انه 40 ملي لتر من الريد بلاد سيلز في 100 لتر اوف اول بلاد. برضه هات كلمه اول بلاد. هيماتوكريت ميجرمنت هذا الفحص
للهيماتوكريت بيعطيني، يستخدم في اماكن كتيرة، غير مكلف، بسيط جدا، هو لانست بس دروب وفي بلد وتعبي الانبوبة وبتشتغل دغري، بعطيك نتائج للانيميا. شو الانيميا؟ اللي هو نقص في الهيموغلوبين وكرات الدم الحمراء. نستخدمه برضو هذا الفحص في البلد دونيشن، لما ايه التبرع في الدم عشان نشوف فصيلة الدم ونشوف قوة الدم برضو، او نشوف قوة الدم اللي هو تركيز الهيموغلوبين في الدم. ايفاليويتنج تقييم الثيرابيز في علاج الادوية في التريتمنت as well as assessing blood loss. برضو نيجي بنشوف فقدان الدم. The test uses استخدامات هذا الفحص وأهدافه the separation of cellular component، يعتمد على فكرة فصل مكونات الخلوية بواسطة السنتريفيوج، جهاز الطرد المركزي in capillary tube. قال لك الريد سيلز في هذه الفكرة، هذه فكرة الجهاز، خلي بالك لو نقدر نكتب بالها البرنسيبول، هنا برنسيبول، قال لك ريد سيل ستيل تستقر، ما بقدرش اقول انا هنا خلي بالك ترسب، تستقر الذبوتو في القاع زي ما احنا شايفين في الصورة. الريد سيل اجى فوقها طبقة رقيقة اسمها البافي كوت. البافي كوت تحتوي على الوايت بلاد سيلز والبليتليتس. ريستنج جاست ابوف، يعني قاعدة مستقرة فوق كرات الدم الحمراء. ليه؟ لأن كرات الدم الحمراء أثقل في الوزن. ريمينينج ليكويد إز بلازما، الجزء المتبقي الأصفر اللي فوق بنقول عنه بلازما في حالة ما نستخدم مادة مانعة للتجلط. لو ما استخدمنا مادة مانعة للتجلط بنقول عنها ايه؟ سيرم. The hematocrit is usually determined by spinning blood filled capillary tube in centrifuge. هان تكرير لهذه الجملة اللي موجودة اللي هي principle بطريقة تانية. طيب specimen whole blood anticoagulant، اخذنا عينة الدم من الاصبع with edita. هاي الكابلري الانبوبة الشعيرية اللي احنا شايفين صورتها في الكتاب، خليني ادور عليها. طيب قبل ما احكي الكلمتين هدول، الهيموغلوبين زي ما احنا شايفين تركيبته، هان في النص حديد، هان بيرتبط الاكسجين، هان الفا جلوبيولين واحد الفا 1، هذه الفا 2 اللي قبالها جلوبيولين، هذه بيتا 1 جلوبيولين، هذه بيتا 2 جلوبيولين. هاي الهيموجلوبين اللي موجود عندي، هاي عفوا هذه الفا 1، هذه الفا 2، بيتا 1 بيتا 2، في داخلها حديد وبيرتبط الاكسجين عليه، وكرات الدم الحمراء 30% 40% بكون منها هيموغلوبين. شايفين كيف شكل كرات الدم الحمراء؟ شايفين عندنا هنا صورة الهيموغلوبين وهو بتحرك، اللي باللون الازرق هذا اكسجين وثاني اكسيد الكربون. لما بيرتبط اكسجين بنقول عنه اوكسي هيموغلوبين، لما ما يكونش عليه اكسجين يكون عليه ثاني اكسيد الكربون بنقول عنه، او ما فيش عليه اكسجين بنقول عنه دي اوكسي هيموغلوبين. دي اوكسي هيموغلوبين، واخدناها شكل الهيموغلوبين قبل هيك وحكينا عليه شو كيف بكون الكوترنري ستراكشر، تيرنري سكندري اللي هو امينو اسيد احماض امينيه. هاي الالفا والبيتا، الفا 1 بيتا 1 اوكسي دي اوكسي.
طيب واحنا صغار بيكون الهيموغلوبين عندنا 2 الفا و2 بيتا، تمام؟ في بداية الحمل بيكون حاجة اسمها سيجما، حاجة اسمها بيتا، حاجة اسمها جاما، حاجة اسمها الفا. هدول ببلشوا يظهروا في اول بدايات العمر بعد الولادة. بكون عندي شوية جاما وشوية سيجما، في عندي بعديها ببلشوا هدول يختفيوا، واللي بيستقر عند الالفا والبيتا 98% بكون هيموجلوبين A1. لما بيكون بيحتوي على الجاما والسيجما بيكون الهيموجلوبين A2، تمام؟ في الحالة المرضية تغير في الأمينو أسيد، هاي نورمال ريد بلاد سيلز، هذه سايكل سيل بلاد سيلز منجلية، سايكل سيل أنيميا، أنيميا الخلايا المنجلية. هذا نورمال هيموجلوبين، هذا اب نورمال هيموجلوبين. شايف كيف الفرق؟ هاي الصوره اللي عندنا، هاي الريد بلاد سيلز، هاي البافي كود، هاي البلازما الموجود. هنا بنسكر الانبوبه احنا بطينه كلاي سيلنت، يعني بنسددها سيلنت بالطينه. طيب الان لعمل الفحص هيك برضو، هاي هذه الصوره بتكون اوضح. هاي الريد بلاد سيلز، هاي الوايت والبليتليتس، هاي البلازما، يعني هذه 42% من 100%، تمام؟ هذا جهاز الهيماتوكريت سنتريفيوج، هاي هذه الكابلري هيماتوكريت كابلري، هاي طرفها احمر معلمه، هاي النيدل او الاداه اللي بنستخدمها. طيب قال لك هان the whole blood space من العينة بتكون هاي الكابلر اللي احنا شايفينها معلمة باللون الاحمر، لانه بتحتوي في داخلها على هيبرين. قال لك ما بناخد عينة whole blood anticoagulant إيديتا، يعني كيف سحبين عين الدم من ايد واحد من الايد وحاطينها في إيديتا؟ ينفعش انا اخذ من هاي الإيديتا واعبي ايه الكابلري، لانه هذه محطوط عليها إيديتا، واجي احط كمان مرة الانبوبة فيها هيبرين اللي بتعبيها الكابلري، فبصير نسبة ايش المواد المانعة التجلط عالية. كابلري في الكابلري تيوب اللي تدريت لي انتو، فلازم انه نعمل ايه دايركتلي، دغري بناخذ من الاصبع وبنعبي الكابلري لانه فيها هيبرين، والهيبرين اداه مانعه للتجلط او ماده مانعه للتجلط في الدم. طيب قال لك هان السبيسمن العينه شود بي سنترفيوجد، يعني هذه ميزه للفحص، انه الفحص عندنا بيصبر لست ساعات، ما في مشكلة ولا في خوف من الموضوع. الريجنت اللي بنستخدمها زي ما احنا شايفين على الصورة كابلر تيوب هيبرانايزد، فيها هيبرين فور فينجر ستيك، الريد تيب اللي طرفها من فوق احمر، اور بلان اوف فور انتيكواجولانت بلاد بلو تيب، ممكن ناخذ الزرقاء بس مقاسها اكبر 75 مل، الاولى كانت ايه 50 مل، هذه اللي احنا شفنا صورتها. كلاي تايب في طينة اللي بيلعبوا فيها الاطفال اللي كنتوا تلعبوا فيها وانتوا صغار، الطينة هذه بعد ما نسحب الدم بننزلها فيها عشان ايه نسد طرفها. مايكرو هيماتوكريت سنترفيوج، الجهاز هذا اللي احنا شايفينه وفرجيتكم اياه في المختبر اذا فاكرينه، في عندي حاجة اسمها الهيماتوكريت ريدر وقطنة. طبعا الطريقة خلينا نحكي فيها
في المحاضرة القادمة إن شاء الله، على أساس إني بركن أجيب لكم فيديو اللي يشرح العملية كلها. تمام، وأنا نراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.